السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. العودة من جديد إن شاء الله من بعد آخر فيديو اللي أنا قسمت معكم، اللي أنا كنت في واحد الحالة الله اللي كان عالم بها. كيف العادة كان قسم معكم أي حاجة تكون يعني شريناها ولا أي حاجة دزنا منها ما نبغيكمش تدوزوا منها، يعني طحنا فيها ما نبغيكمش تطيحوا فيها، قسمت معكم. وكذلك ملي لقيت نفسي كاينه شي حاجه ما يمكنش، وقسمت معكم اخر فيديو اللي هي غادي تلقاوها في القناه ديالي، اللي ماشي هذيك لا فيديو ديال الطبيعه ولا ناتور، ولكن اللي قبل منها. ودابا من بعد شهر وزياده جيت للقناه ديالي، اللهم لك الحمد. الا بغيتوا تعرفوا اشنو عملت، فين مشيت هاد الغيبه ديال الشهر، يعني فين كنت، كيفاش تخلصت من هاد الشيء اللي انا كنت فيه. تخليوا لي تعاليق، انا كنقسم معكم كل شيء، انا ما كنجيبش فين ما كانت شي حاجه، شي عنده وشي ما عندوش. انا كان هاد القضيه عندي كنركز عليها، وهو بعض المرات كنقاسمو شي حاجه في القناه ديالنا، ومن بعد انا كنتالم كيفاش انا عندي والاخرى يمكن ما عندهاش وشافتها عندي. ولكن انا ديما كنبقى في الاثمنه المناسبه، يعني الثمن اللي هوايا يمكن لك تشريه ولا يمكن له يشريها. ما ننساش وكذلك عندي رجال في القناه ديالي، كنبغي نشكر بزاف 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 جاري اللي هو في المغرب ولكن كيعيش هنا في لافرونس، اللي شاف لا فيديو ديالتي الاخره وعيط عليا وقال لي يا حليمه اشنو عندك. كنشكر الجوجه ديالتو اللي هي متابعاني، كنشكر العائله ديالتك. وكذلك كنقول لكم يعني راكم عزاز واخا ما كنتشوفوش بزاف، ولكن كيف شاف ديك لا فيديو اتصلوا بيا وسولوا عليا. كنشكر كل وحده وكل واحد صيفط لي التليفون ديالو، صيفطوا لي في الخاص، صيفطوا لي في التعاليق، حليمه فين هاد الغيبه. والله ثم والله الا كندخل لي لايف وانا في ديك المحنه ديالي اللي كنت دوزتها، كندخل البت ديال المبتدئين والمبتدئات وكنلقى واحد الترحاب، واحد الترحاب ما شاء الله ما شاء الله. ما عندي ما نقول، تبارك الله عليكم. وكنتمنى نرجع للدعم على ود هذيك الوقيته اللي كانت عندي مده شهر وزياده، وانا كنت غادي نعطيكم الديتاي كله فين كنت باش تخلصت من داك الشيء اللي انا كنت فيه. وهزيت واحد 8 كيلو، غلاضيت 8 كيلو، وغادي نوريكم الا بغيتوا تخليوا لي في التعاليق كيفاش يمكن لينا نتخلصوا من ديك 8 كيلو. مادامت انا كنت مع الناس وكنت اونتوغي وداكشي كنت كناكل، ولكن ما كنتش كنتحرك، ديبلاسيت ثلاثه ديال البلايص. ولكن كيف قلت لكم الا بغيتوا تعرفوا خليوا لي في التعاليق، هكذا نعرف شنو اللي نبدا لكم به. جبت معايا من المغرب دي دوبل غيدو، مع دست المغرب حتى هو يدست ليه، جلست فيه شويه مع ما كنتش بعيده من المغرب، دست المغرب جلست فيه شويه. جبت معايا لي دوبل غيدو، جبت معايا يعني شي حوايج اللي غادي نقاسمهم معكم في الصالون. كنت قاسمت معكم الطلامط، ودابا جبت معايا المخاد اللي غادي نشوفوا الفكره كيفاش نعملوا الطلامط ملي يكونوا فيهم الالوان، كيفاش يمكن لينا نخرجوا المخاد من دوك الالوان كتجي الدار زوينه غزاله. انا عاد دخلت غير البارح، واليوم كنعمل لكم في هاد لا فيديو اللي كنتمنى تنال اعجابكم. ما ننساش نشكر الناس اللي عندهم القنوات، اللي هما يا سقسوا عليا وصيفطوا ليا وسولوا فيا، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. و
كنقول لكم بين ما نساء ولا رجال، حنا في رجوع ان شاء الله للتدعيم. وكنشكر واحد السيده اللي هي كتعمل واحد المجهود كبير وعجبني، عجبتني القناه ديالتها سينسيرمون، عجبتني القناه ديالتها. سيده يعني كتحاول تعطي وتوصل للناس المعاناه ديال الناس اللي ما كنعرفوهمش كيعانيو في صمت، وهي القناه ديال ماما مريم. ماما مريم القناه ديالتها يعني كل نوبه واشنو كتجو اشنو كتجيب. عجبتني القناه ديالها على ود كاينين الناس اللي كيعانيو ما كنعرفوهمش، الناس كيعانيو بالامراض بزاف ديال الحوايج اللي هي كتحاول توصل لنا. كل نوبه قصه حقيقيه، كل نوبه قصه حقيقيه. نبغي نقول لكم في هذا الفيديو وكذلك اي حاجه تبغيوني نقسمها معكم خليوها ليا في التعليق. كنتمنى التعليق يكون اون فرونسي، ولكن الا كان بالعربيه ما كاين حتى شي مشكل. كنتمنى التعاليق السلبيه ولا الايجابيه. والله القسم انا ما عرفتش البنات اللي عندهم القناه الكبار ما شاء الله ولفناها، يعني عندنا تعليقات سلبيه ولا ايجابيه كدوز بحال بحال. الا كانت سلبيه كنحاولوا نشوفوا داك التعليق وكنحكموا على مولاته من التعليق. كنعرفك واش يعني واش مدي يدي في يدك ولا نبعد. التعاليق الايجابيه بيان سور كتعبر على الذكاء ديال الانسان، على ود حنا ما كان حنا كنطيرو ونزلو كنبقاو بحالنا بحالكم. حتى حنا بغينا نعرفو شنو واقع في ديوركم، حتى حنا بغينا نعرفو اشنو عندكم، حتى حنا بغينا نعرفو المشاكل ديالكم قسموها معنا، حتى حنا بغينا نعرفو يعني داكشي اللي كتحاولوا تبغوا تعرفوه علينا كنقسموه معكم. ولكن كيبقى ديما واحد الخط ولا واحد انا كنسميه باب بلاندي كيبقى ما بيني وبين الناس، ما يتحدوش داك الحيط، داك الحيط ولا داك الباب بلاندي. يعني تنقسم معكم كنعطيكم، ولكن كتبقى ديما واحد الحياه ديالي اللي بيني وبينها، بيني وبينكم واحد الحيط اللي كيبقى حيط ديال الاحترام. انا كنحترمكم، كنحترم حياتكم الشخصيه، وكذلك نتوما كتحترموا حياتنا الشخصيه. اما صحاب الانتقادات السلبيه انا بغيت نعرف غير شكون. واحد الاخت عندها قناه جزاها الله خيرا قالت ميم واحد السيد كيجود القران كيخليو لي تعاليق سلبيه، ميم في القران تخلي تعاليق سلبيه. انا غادي نقول لكم شنو كنعمل. غادي نضحكوا عليا. بعض المرات ما كتعجبنيش شي فيديو ديال شي حد، اشنو كنعمل؟ كنعمل ديسلايك. وانا باقا في ديك الدقيقه اللي انا عملتها وحق الله القسم كنولي كلي انترعد، وكنعقب نحيدها وكنعقب نعمل لايك وكنعطي رايي، ماشي كان يعني كان نطيح ولا كان نقول الكلام الخايب ولا لا، كنعطي رايي في هذاك الموضوع اللي هو كيهضر معاه. بدل ما نعمل ديسلايك نعطي رايي، وراي الاخر ديما كيتحترم وكيتناقش بيان سور. الوغ غادي نقسم معكم بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اللي جيت نقول لكم دابا، وهو حالمه على يعني جيت ان شاء الله غادي نرجع للقناه ديالي. استشرت مع ولدي اللي كنشكره من هاد القناه، يعني كان في جنبي بزاف. تنشكر وكذلك بنتي اللي هي يا لقيتها في جنبي واقفه معايا اللهم لك الحمد، اللي وكذلك خديت رايهم البارح قلت لهم ما بقيتش بغيت يعني القناه ديالي ما بقيتش بغيت نرجع ليها. وقال لي يا ولدي واحد الكلمه عجبتني، قال لي داكشي اللي كتعطيه وكتقاسميه يعني
غير كتعاوني الناس كتقولي لهم هتعملوا هتعملوا هتعملوا. قلت له ايه. قال لي علاش غادي ما ترجعيش للقناه ديالك؟ قال لي ما كتعملي انت قناتك ما عاملاهاش على الفلوس. قلت له سيمي الفلوس اللي كتدخل دايو غادي غادي نبغي نقولها لكم. الناس اللي كنت كنعاونهم الله اللي كيعطي انا ما كنعطي والو. هذاك الشهر وعشر ايام اللي انا غبت بيان سور ما صيفطتش الامانه لمواليها اللي هما فلوس اليوتيوب. يعني حسيت وانا غايبه على القناه ديالي وما كنتش في الدار ديالي. وعملت ثلاثه ديال التصافيرات اللي لا بغيت نقول لكم فين مشيت. حسيت بين ما الناس كتسنى فيا وانا ما كنتش قلت لهم راني عيانه. غادي نشوفوها في هذه القناه اللي في هذا الفيديو اللي غادي تدخل دابا. كنقول لكم كنت عيانه. الحمد لله انا من دوك الناس اللي ملي كنحس بشي حاجه كنوض ما كنبقاش جالسه. وهذا رساله غادي نوجهها للناس اللي عندهم هاد المشكل اللي انا طحت فيه. في اخر فيديو ديالي كنبغي نقول لكم الا بقيتوا ناعسين وبقيتوا يعني تتشكي وبقيتوا متكيين داكشي عام غيزيد يخمر ويكبر. كنفضل نوض دو توت فاسون كليتها نوض نحارب داكشي اللي انا فيه مرض ولا عيب ولا سحر. نحارب داكشي اللي انا فيه. والله ملك الحمد عندنا في الدين ديالنا كاين الداء اللي كيأديو وكاين الدواء. اللهم لك الحمد.